مش سندريلا ولا كلام فارغ. انا دلوقتي حالا يلا انت حاجه والله الو ايه يا باشا؟ صباح الفل. فرخت لي الكاميرات بتاعت الراجل بتاع حادثه المحل ده. طب حلو قوي. طب ابعتهم لي على طول الله يخليك. اه دلوقتي على طول. ماشي مستنيك. اتفضل يا سعادة البيت. ازيك يا نبيل؟ خير يا عبد الحميد. دي مقابلة برضو بعد المدة الطويلة دي يا وحدة انت قابلها لي. يا راجل ده انا كنت فاكر ان انت هتاخدني من حضن اول ما تشوفني. حضنتك العافية يا سيدي. خش في الموضوع. عرفت ان بنت زكريا بدأت تدور في المواضيع. ماله ما تدور يا اخي، حقها. بنت عايزه تعرف ايه اللي حصل لابوها وامها بس كده. لو عرفت بقى هيكون موقفنا ايه؟ موقفنا ايه في ايه؟ براية يا حميد، دي حاجات فاتت عليها سنين طويلة وخلاص كلها ماتت واندفنت مع زكريا الله يرحمه. نبيل انت عارف وانا عارف احنا وضعنا ومراكزنا حساس، احنا مش عايزين اي شوشرة. لو ده اللي مخوفك ما تقلقش، بنت عايزة تعرف ايه اللي حصل بس، مفيش في دماغها اي حاجة تانية. والله انا اتمنى يكون كلامك ده مظبوط، وإلا هيكون في تصرف تاني. تصرف تاني ازاي يعني؟ عبد الحميد انا بحذرك، اوعى تهوج ناحية داليا او اي حد من عيلتها. تفاهم ولا لا؟